مرحبا بكم من جديد لعشر واربعتاش دقيقة على موجات راديو ميدا. نحكي إذا على الكورونا والمعطيات اللي قالت جينا يوميا من وزارة الصحة وكل المتدخلين في الوزارة، كل القائمين والمتعهدين بمتابعة الوضع الوبائي في وزارة الصحة. معطيات كبيرة قاعدة جينا، معطيات تتزايد كل يوم، معطيات حتى ولينا ما عادش شدين منها برشة المو، كثرت علينا المعلومات. هات نلخص لكم أهم الأخبار اللي جات البارحة على الكورونا. بين 4 و5 وفيات قاعدة تسجل فيهم البلاد التونسية بمختلف جمهورياتها يوميا جراء إصابات بكورونا. 23 ولاية في تونس ولات مصنفة حمراء، ما يعني تزايد خطر الإصابة بكورونا في تونس باستثناء ولاية توزر اللي يبدو أنها مازالت بين ظفرين آمنة. أيضا البارح قرار منع زيارة المرضى في المستشفيات التونسية حماية للمرضى وحماية حتى للإطار الطبي. كالعادة وزارة الصحة تواصل تنزيل البلاغات يوميا حتى تعطينا آخر التحينات. بتاريخ 13 سبتمبر حسب البلاغ اللي صدر البارح في الليل، تم تسجيل 241 حالة إصابة جديدة. عدد الإصابات الجملية بلغ 7693، ومنذ فتح الحدود في 27 جوان تم تسجيل 6422 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا، من بينها 607 حالة وافدة و 5721 حالة محلية. حاليا يقع التكفل ب 133 مريض في المستشفيات، من بينهم 36 مريض بأقسام العناية المركزة. على المستوى المحلي في ولاية نابل، إدارة الجوية للصحة بنابل أيضا تصدر يوميا بلاغات تحيينية حول الوضع الوبائي في الجهة. آخرها البلاغ متاع البارح اللي أعلنت فيه على تسجيل 33 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا بتاريخ نهار 14 سبتمبر. 7 حالات في سليمان، 7 حالات في بني خيار، 7 حالات في معتمدية جرومبيليا، 5 حالات في معتمدية نابل، 4 حالات في معتمدية بني خلاد، 2 حالات في معتمدية الحمامات، وحالة بمعتمدية منزل تميم. منزل تميم اللي تلتحق أيضا بتسجيل الإصابات بعد ما كانت آمنة لفترة معينة. لأكثر تفاصيل تنضم لنا عبر الهاتف المديرة الجوية للصحة في نابل مدام رجاء محفوظ. مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بمستمعين راديو ميد. صباح الورد، مرحبا عايشة. دونك انت يعطيك الصحة، عطيت ديجا سبقت وعطيت الحالات اللي سجلناها البارح باش ما يكونش فما إعادة. دونك باش نعطي أنا الأعداد الجملية منذ قديش وصلنا إجمالا في الجهة منذ بداية الوباء. منذ بداية الوباء وصلنا ل 340 حالة. 340 حالة بالنسبة للحالات المحلية منذ 27 جوان. حاليا الرقم هو 241 حالة، وكما أفسرت سيادتكم الأكثر عدد هو في سليمان اللي يخلط حاليا ل 136 حالة. أما عنا مؤشر إيجابي أن عنا 73 حالة متعافية، وعدد الحالات المتعافية قاعدة في ارتفاع. 73 حالة شفاء. فوالا 73 حالة في الشفاء. دونك بالنسبة للي في الحجر الصحي حاليا هما 260. عندنا 4 حالات من اللي حاملين فيروس في الحجر الصحي بمراكز الحجر الصحي الإجباري. دونك عندنا 3 حالات هما من جهات أخرى ويعملوا في الحجر الصحي في نابل، خاطر عندهم معناتها ريزيدونس سكوندير، دونك نتبعوا فيهم احنا، هما تابعين جهات اخرى. بالنسبه للحالات بالمستشفيات عندنا حاليا 3-4 حالات في المستشفى، اما ما عندناش حالات في الانعاش. دونك حالات خطيره، ما عندناش حالات خطيره. عدد الوفيات ما ارتفعش، حاله وفاه واحده، الوفاه الوحيده اللي سجلت في شهر ابريل. على الاقل هذوما معطيات نجموا يطمنوا شوي. لا، وعندنا زاد 3 حالات اللي هما كانوا في المستشفى وتعافوا وكانوا توا التحقوا بديارهم. نسألوا هل فما مصابين من قطاعات حساسة في الجهة اللي نجموا يشكلوا خطر مضاعف بحكم الكونتاكت متاعهم اللي يكون أكثر مع المواطنين؟ عندنا إصابة عون صحة وقع معناتها تحليل للمخالطين نتاعو اللاصقين. عون صحة وين يخدم مدام رجاء؟ عون صحة، دونك هذايا العون في ولاية نابل. دونك احنا اعوان الصحه هما يحترموا في البروتوكول الصحي،
ويبداوا يخدموا كما شفتوا البافات إجبارية وياخذوا في الاحتياطات. أنا رغم هيك احتياط معناتها إضافي نرفعوا العينات. هذايا عون صحة عنا زادة عون صحة في مستشفى في مستوصف في مستشفى دونك كان عنا عون صحة معناتها أعلننا على عون صحة في مركز رعاية صحة أساسية وقمنا بالتدابير الكل. هذاك صار نهار الجمعة في الليل وحاليا عنا إصابة في مستشفى. دونك هذايا القطاع الأول. القطاع الثاني عنا حالة أمام معناتها ما تستوجبش معناتها حاجة خاصة على خاطر السيد هذا على درجة من الوعي أنه معناتها ما خلاش روحه يختلط بالناس. هو إمام جامع في إمام ولاية جامع. نابل في ولاية نابل إمام خمس. هو هالسيد هذايا عنده 7 أيام قبل ما تظهر عليه الأعراض كان في البيت متاعه. دونك هو حس قلق خفيف دونك الزم الوقوف بالمنزل وكيرفعنا العينة طلع إيجابي ولذا هو معناتها ما عندوش إمكانية عدوى الناس خاطر كان وحده. ورغم مادام راجي نفهم المنطقة قام كمام بصفة معناتها كمام معناتها عمل تعقيم للجامع هذايا معناتها بحكم أنه جست بإجراء إجراء كما نقولوا إجراء خاص عمله. أما هو راو السيد هذا في مرحلة العدوى ما كانش في مكان العمل. خلينا نقولوا السبيطار أماه والجامع وين على الأقل حتى نسكروا باب التأويل لأنه توا اللي يسمع فينا باش يقول عون صحة في مستشفى في نابل. اشتبدا الإشاعات المستشفى وين والجامع وين وكل واحد يقول جامع كذا. فما معطيات شخصية وإحنا ما عنا سر المهنة. وإحنا عنا زوز مستشفيات في نابل. زوز مستشفيات. شو مدام مثالش تكونوا متفاهمين فما معطيات شخصية متاع ناس نحافظوا عليها ولذا احنا عطيناكم المعلومة وما يضيفش برشا باش نقول لك شنو المؤسسة بلوز او موان لمحل نحن ما حبيناش نكشفوا على المعطيات الشخصيه للمصابين بقدر ما حبينا نكشفوا على اماكن الاصابه حتى ربما ما يصيرش هلع في صفوف المواطنين نقول لكش ليه ما نمشيش للسبيطار قولوا راه في السبيطار الفلاني لكن راه تم تعقيم وتم اجراء اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه ولا باس نعملوا على وعي المواطن والتفاهم نتاعو والمواطن التونسي هو تويكا معناتها الوعي قاعد يزداد من يوم اليوم ويلبسوا في الكمامات ويعملوا في البروتوكول الصحي ولذا معناتها المعلومة ما تضيفلوش هو باش يواصل احترام البروتوكول الصحي واحنا عاملين مجهودات الكل باش نتفاداو انتقال عدوى للمواطنين. واضح نحترم وجهه النظر هذه. خليني ننتقل لزاويه اخرى. هل فما مخابر خاصه في نابل اليوم مقدمه طلبات للترخيص لها حتى تعاون ربما المصالح نتاعكم في انها تقوم بتحاليل الكورونا؟ بالنسبه للمخابر فما مخابر متقدمه بمطلب أنها تقوم بالتحليل أما ما تمرش عن طريق الإدارة الجهوية تمر بصفة معناتها ديريكت مع وزارة الصحة وما عنديش معناتها نعرف أما دي دوسي أونكور أما ما عنديش شكون وقت اللي وافقوا لهم وزارة الصحة تبعث لكم أنتم تعلمكم أكيد احنا نواكبوا معناتها نراقبوا سير العمل والإجراءات يعني حاليا ما فما حتى مخبر خاص يقوم بتحاليل كورونا في نابل الى في الساعه هذه ما عنديش علم انه مخبر يقوم معناتها بصفه رسميه مخبر يقوم بالتحاليل. بالنسبه للعقوبات هل تم اتخاذ عقوبات في شان مخالفين في الجهه خاصه نحكيوا على اصحاب المحلات اصحاب المقاهي اللي مطالبين بتنفيذ بروتوكولات صحيه خاصه كنتوا نشرتوها حتى على صفحاتكم. بالنسبه للعقوبات تجمو ترجعوا معناتها للسلطات المحليه على راسهم سيد الوالي هما اللي عندهم معناتها احنا نقترحوا الغلق اي انتم بالنسبه لكم هل تم اتخاذ اقتراح غلق على اللي بعض المحلات والا ما لاحظتوش؟ محلات هو دائما فما الاقتراحات معناتها وفما حتى اما هذايا السؤال يجاوبك عليه معناتها
مصالح الولاية، مصالح مصالح الولاية. الولاية قمت أو بعثت بعض مقترحات الغلق تم تنفيذها وإلا لا؟ ما زلنا ما نعرفوش، ربما نجاوب عليه السؤال هذايا في غدوة، يمكن في مش تصبيح الغدوة نسأله هل تم اتخاذ عقوبات في شأن بعض المخالفين في الجهة، وهل فما مخالفين أصلا؟ إن شاء الله ما يكونش فما مخالفين، إن شاء الله الكلنا نتحلو بالوعي، مواطنين، أصحاب محلات، إطار طبي، إطار شبه طبي، مسؤولين. شكرا لك الدكتورة رجاء محفوظ المديرة الجهوية للصحة بولاية نابل، شكرا لك على الإيضاحات هذه الكل.